السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللي تنبأنا بيه قبل كده إن هيبقى فيه في قلب البرامج بتاعة البيم حاجة تعمل تشيك على كود وتقول لنا إن الكود هل إحنا اتحققنا كود ولا لأ. المسافات بين سلالم الهروب، الأعمدة، التهوية، السبريكلرات، كود الحريق، كل الحاجات دي بقت موجودة. هو ده اسمه أب كودز AI Artificial Intelligence for Building Code Automation. ده بيعمل ايه في الريل تايم؟ اول ما بترسم حاجة بيعمل تشيك ويقول لك خلي بالك ان اللي انت عامله ده موافق للكود او مضاد للكود او محتاج ان انت تعمل تشيك عليه. طول ما انت شغال هو اوتوماتيك بيقول لك لا خلي بالك دي مفروض تبقى على مسافة كذا من المكان دوت، على تقرب تبعد وهكذا. دي الاكواد اللي موجودة اهوت. فهم بدأوا يحطوا الكود تمام، بحيث طول ما انت شغال اوتوماتيك لو في اي خطأ يبدأ ينبهك ليها. ده اتكلمنا عنه كذا مرة قبل كده والحمد لله بدأ يبقى موجود. اسمه up.codes. فأتمنى الناس دلوقتي تهتم بفكرة البرمجة، وفكرة حلوة جدا إن أنت تقدر تحط بقى الأكواد مثلا الأكواد المصرية السعودية الخليجية في قلب البرنامج بتاعك، وتقدر إن أنت تعمل شيك هل أنت محقق المواصفات ولا لأ. ده حاجة مهمة جدا وده اللي هينتشر الفترة اللي جاية. فتخيل مثلا إن احنا ممكن نعمل شيك على كل حاجة خاصة مثلا ب ال NFBA، حاجات خاصة بالليد بالبريم بالجرين بيراميدز تمام اوتوماتيك. وانت بترسم خلي بالك هنا المفروض يبقى فيه فتحات تهوية، هنا المفروض يبقى فيه شافت، هنا المفروض فيه شبابيك وهكذا.